مع اتصال هاتفي للأخت أم أحمد. أخت أم أحمد، مرحبا بك، أنت على الهواء. قيل عن اعتقال زوجي عبد الحسين الجد وحسين العالي. هذا حسين العالي كان مطلوب من فترة وداهموا بيتنا بأكثر من 20 مرة. هذا حق الأندرا، يعني ناس قالوا لنا أن يداهمون البيت، إحنا ما ندري. يداهموا البيت، كسروا بيباننا كامل ودا ما لقوا أحد. طبعا إحنا تركنا الباب، تركنا البيت وهجرنا. فإذا يروحون ويشوفون ما حد في البيت، يسوون يلقون الإنارات كلها وشغلون المكيفات وخلون البيبان مفتوحة ويطلعون. طبعا اللي هو اخوي اللي هو المطلوب رايح الظاهر الى زوجي يسال عن عائلته او يبغي ثياب، ما ندري يعني احنا عنه، لانه من صار مطلوب ما ندري عنه وين هو. فظاهر ان الاستخبارات قاعدين يسوون له كمين، فهجموا عليه في جراج زوجي رايح بيستلم ثياب، فهجموا عليه هجوم وحشي الاستخبارات والقوات، و استلموا اللي هو أخوي واللي وصلنا من شهود عيان إنه ضربوه ضرب مبرح للغاية يعني. فأنا الحين أطالب، لأن احنا قلقين جدا على أخوي حسين ومصير زوجي اللي ما إليه دم، مجرد إن هذا أخوي رايح الظاهر يبغى يسأل عن عائلته ويبغى فلوس، لأنه كان يتسكع في الطرقات في شهر رمضان بدون ثياب وبدون أكل. أنا أبغى استعطف العالم كله إنه يتدخل في قضية حسين العالي ويطالب بالإفراج عن زوجي البريء، لأنه ما له دم. مجرد هذا جاي يبقى ياخذ ثياب أو ياخذ فلوس على أساس يعيش نفسه في شهر رمضان. فهجموا على الكراج واستلموا أخوي وضربوا ضرب، ولن ما ندري عن مصيره الحين، بس نسمع أخبار عنه أنه في حالة خطرة من شدة التعذيب اللي لاقاه. شكرا جزيلا أخت أم أحمد، وفرج الله عنه إن شاء الله وطمأنكم ومسح على قلوبكم إن شاء الله. سماحة الشيخ، مثل هذا يعني هذه حالة من لا أقول عشرات لا أقول مئات آلاف الحالات الموجودة في البحرين. هذه مأساة واحدة من مآسي شعب البحرين. هذه حالة واحدة من حالات انتهاك حقوق الإنسان في البحرين. هذه يعني زوجة وأخت تتألم، تبكي لحالها ولما جرى عليها. أنا متأكد أن هناك في كل ليلة، يعني أمامي إحصائية، يعني ليلة الجمعة تمت مداهمة 12 بيت و13 حالة اعتقال. المناطق التي تعرضت للعقاب الجماعي 24 منطقة، يوجد أكثر من 15 مصاب، وغيرها من الأمور التي يعني تحدث في كل يوم وفي كل ليلة. في كل ليلة البحرين منتهك حقوقها، في كل ليلة بيوتنا منتهكة حقوقها. في كل يوم نسمع عن اعتقال شاب من الشارع، عن إصابته، عن ضربه، عن إهانته، عن إهانة امرأة، عن التحرش بامرأة أو بشاب أو ما شابه. لم يسلم أحد من شعب البحرين من ممارسة انتهاك الحقوق. هذا النظام يفسد، يظلم، يفجر ضد شعبه بكل الوسائل التي أتيحت إليه. ومع الأسف الشديد العالم في صمت، العالم في سكوت على كل هذه الجرائم، رغم كل المناشدة، رغم علم العالم، كل العالم، كل المجتمع الدولي يعلم بما يجري في البحرين. تقرير بسيوني الذي يعني لشن في البحرين وبأمر ملكي فضح هذا النظام، فضح جرائم هذا النظام، والعالم يعرف بهذه الجرائم، ولكنه لم يتخذ لحد الآن خطوة عملية لإيقاف هذه الجرائم التي تجري في البحرين. أنا أقول لأختنا العزيزة، أعانك الله، هذه ضريبة، ضريبة المطالبين بالحق، ولكن ثقي أننا نحن المنتصرون، أننا نحن أصحاب الحق وسيتحقق لنا ما نريد. هذه كما عبر عنها أخينا العزيز يعني السيد، هذه عفرة المذبوح دائما يسعى في نهاية المطاف إلى ارتكاب هذه الجرائم، لعله وعسى يستطيع أن يوقف هذا الحراك المطلبي أو يوقف هذه الحالة الثورية التي تسعى لإحقاق الحق في البحرين.